أول دولة عربية وإفريقية تعلن اعترافها بها. وبناء على ذلك فإننا نرحب بتدشين شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة في إطار مبادرة الحزام والطريق. إن رؤيتنا تجاه تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي تتسق أيضا مع مبادرة الحزام والطريق. يتم تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي يستند لحزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي يوفر فرصاً واعدة للشركات الصينية وللدول أطراف المبادرة وغيرها من مختلف دول العالم. فقد طورت مصر من قدراتها على إنتاج وتوفير الطاقة وتنويع مصادرها وبشكل يؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة. شهدت العلاقات العربية الصينية طفرة مهمة منذ عقد القمة الأولى لمبادرة الحزام والطريق في مايو 2017. نتطلع إلى إقامة شراكات في إطار تنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.